السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أحييكم أنا علاء أمين في كورس مايكروسوفت إيجور إنفراستراكشر أند سيرفيس. في الدرس ده إن شاء الله حابين نتفق مع بعض على شوية كونسبت أو مفاهيم وإجراءات وسياسات خاصة بالكورس بتاعنا. إن شاء الله هنقسم الكورس بتاعنا ده لأكتر من جزء. أول جزء هيبقى للي حابب يدخل بيئة الكلاود كومبيوتينج ويتعرف عليها، وتحديدا على منصة إيجور، والحاجات اللي هناخدها ان شاء الله في الجزء الاول هي الكلاود كومبيوتنج عموما اللي احنا اتكلمنا عنه وفرقنا بينه وبين الاون بريمسز، وهنتكلم تحديدا عن إيجور وهنتعرف عليه اكتر واكتر، وحتى هندخل على الداتا سنتر الخاصة بالإيجور وناخد فيها جولة ونتعرف عليها عن قرب. هنتكلم بعد كده عن الريجون والزون والفرق بينهم، وهنعرفهم ونفهمهم كويس جدا. بعد كده هنروح نكريت لأول فيرتشوال ماشين معانا، وهنفهم ايه هي حالتها ونتعرف على السايز بتاعها وعن انواع الهارد ديسك اللي مستخدمة جوه الفيرتشوال ماشين ديت. كمان هنكونكت على الفيرتشوال ماشين بتاعتنا دي لوكالي واوتسايد اوفر انترنت، وهنعرف ازاي نعمل كونفيجريشن للبورد اللي بيمكننا من كده. بعد كده هنتكلم عن الجزء الخاص بالنتوركينج، ونعرف يعني ايه الافالابيليتي سيت والافالابيليتي زون واستخدامهم ايه والفرق بينهم والحالات اللي انا بلجأ فيها لعمل الافالابيليتي بتاعتي. بعد كده هنعمل اول ويب سايت على مايكروسوفت ايجور ونكونكت عليه من الفيرتشوال ماشين ومن بره الفيرتشوال ماشين اوفر انترنت، وبعد كده هنعمل لود بالانسر بين اتنين فيرتشوال ماشين او اكتر، ونفهم كويس جدا هي الكونسبت بتاع اللود بالانسر والكونفيجريشن الخاصة بيها. بعد كده هنكون قادرين فعليا نتعامل جوه بيئة الايجور ونتعرف عن البورتال اكتر واكتر، وايه هي السيرفيس المتاحة اللي بتسهل لي الشغل جواها ومن خلالها. كده نكون خلصنا الجزء الاول. هنعمل بعد كده ريفيو عن الحاجات اللي احنا خدناها علشان نراجع مع بعض المعلومات. بكده الجزء الاول بتاعنا هيأهلني ان انا فعليا اكون قادر على العمل جوه بيئه المايكروسوفت ايجور اتعامل معاها كويس جدا، والمفاهيم الاساسيه اكون محيط بيها بشكل كبير وفعال. تاني حاجه او تاني جزء هنشتغل عليه هنتعرف اكتر او هنتعرف بعمق على الايجور، وهنبدا ندخل جوه الاستورج ونفهم ايه هو الاستورج، ايه هو البلوب والفايل والتيبل والتير وكل الاشياء الخاصه بالستورج اكاونت. هنعمل كمان ان احنا ممكن نكونكت على الستورج اكاونت ده من الجهاز بتاع البيت او بتاع الشغل من خارج بيئه الايجور، يعني اوفر انترنت. كمان هنشوف ازاي نعمل باك اب للفيرجوال ماشين بتاعتي وسيتنج وكل الاعدادات الخاصه بالاجهزه بتاعتي اللي انا فعليا انشاتها جوه الايجور. بعد كده هنفهم ازاي نقدر نخلي اي حد من بره يبعت له دعوه ان هو يدخل على البورتال بتاعتي يدير اجهزه او يطلع عليها او يساعدني كمان في عمليه المانجمنت جوه الايجور. وهنعرف ان الدعوه دي الشرط كمان تكون الاكونت خاص بمايكروسوفت. انا ممكن ابعت انفيتيشن لصديق او زميل او احد افراد عائلتي ان هو يدير البورتال بتاعتي ويدخل يشتغل كاني انا بالظبط اللي بشتغل، سواء جاي من جوجل او جاي من ياهو او من اي مكان. كمان هنفهم جوجل بتحاسبني ازاي وايه هي الفوترة اللي بتتم شهريا، وازاي ان انا اطلع ريبورتات بالفواتير بتاعتي، وازاي ان اعمل تحذير لو وصل الكوست بتاعي لليميت معين. وهنفهم كمان جزء مهم جدا، ازاي اقسم بيئة العمل بتاعتي سواء كنت شغال اون بريمسس او كلاود، وازاي يبقى جزء من العمل بتاعي اون بريمسس وجزء على الكلاود باستخدام الفي بي ان اكونت. وهنفهم العمل ده بيتم ازاي وبشكل بسيط. اللي خلانا نعمل اجزاء للدرس بتاعنا اكتر من سبب مهمين جدا. اول سبب، انا ممكن يكون الدرس ده موجه للناس المبتدئه، فبالتالي الناس اللي لسه داخله مجال الكلاود او اللي لسه ما عندهاش خبره على المايكروسوفت ايجور هتضطر ان هي تتابع معايا الجزء الاول علشان يلم بالمفاهيم الاساسيه زي ما قلنا. بينما الناس اللي فعليا شغاله على الايجور بس لسه الجزء الخاص بالمفاهيم بتاع الستورج او الباك اب او الانفيتيشن هي
ما تمتلكش الخبرة الكافية للتعامل معاها، فبالتالي هتروح دايركتلي على الجزء التاني إن شاء الله بإذن الله في المستقبل إن ربنا أحيانا. هنعمل جزء ثالث وهنخصصه للأدفانسد سيرفيسز والناس البروفيشنال اللي فعليا شغالة على الإيجور، وفيه هنتطرق للكوماند الخاصة بالشيل وإزاي تريسولف لأي مشكلة طلع معاك، وإزاي تتعامل كمان مع السبورت الخاص بإيجور. وبكده نكون وضحنا إحنا خطة العمل بتاعتنا هتمشي إزاي وهتبدأ منين وتنتهي فين. تمام، وكمان بحب أشير إن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنكون ماشيين ستيب باي ستيب بطريقة سهلة جدا ومركزة وبسيطة، وأنا بوعدكم إن شاء الله إن الدروس بتاعتنا مش هتبقى طويلة في زمنها، يعني أقصى زمن ليها هيكون إن شاء الله 30 دقيقة، ومش هتبقى كمان قصيرة وفيها خلل أو مش مغطية كل الجوانب. إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن أنا أكون قادر على إيصال المعلومة بشكل بسيط وتحقيق أفضل استفادة من الكورس ده. وبعد ما وضحنا البلان بتاعتنا هنبدأ إن شاء الله ندخل جوه الإيجور ونتعرف عليها بشكل كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.